السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، نموذج جديد ليونت 7 ويونت 8، نموذج لشهر مارس. اوكي، نمبر 1، بليز اب يور مايند. لوك اب يور مايند ولا جو اب يور مايند ولا ميك اب يور مايند ولا بيك اب يور مايند؟ طبعا ميك اب يور مايند يعني قرر. اوكي، make up your mind. make up your mind. great job، ممتاز، احفظها كويس. number 2، I go to the. I go to the what؟ ها، to see the marine animals. عارف يعني ايه marine animals؟ لو عارف الكلمة دي اكيد هتختار aquarium. marine animals اللي هي الحيوانات المائية، واquarium اللي هو ايه؟ جميل، برافو عليكم. طيب number 3، the crab is than the shark. احنا قلنا يا شباب قبل كده ان لو لقينا than، لو لقينا than هختار معاها الصفة اللي فيها ايه؟ er. يبقى انا لو لقيت than اختار الصفة اللي فيها er، يبقى slower than. great. number 4، the elephant is than the chimpanzee. طبعا عرفناها بقى، هنا في than يبقى اختار على طول وانا مغمض bigger، bigger than. اوكي، يبقى لو لقينا than اختار الصفة اللي فيها er. number 5، نفس الكلام، the shark is than the eel. ها، great، faster than. اوكي، great job، ممتازين يا شباب. number 6، the cashier is over. عرفناها كويس قوي. طيب هي over there. طب ما انا عندي يا مستر هنا there وهنا there، خلي بالك ان there دي اللي هي الملكية، لكن هي احنا عندنا ايوة over there اللي هي هناك T-H-E-R-E. اوكي، يبقى there. number 7، the shark is than the dolphin. يبقى هقول ايه؟ ما اوعى تختار تقول the bigger، لا ما ينفعش، يبقى bigger، bigger than، bigger than. okay. number 8، please make up your. ايوه لسه قايلينها من شويه يا مستر، عارفينها دي، make up your mind. make up your mind. number 9، please make your mind. لسه برضو قايلينها بس اختلاف في الكلمه الناقصه. ها، make up your mind، احفظ الجمله دي كويس، make up your mind. number 10، he put the corn in the. ايوه، بيحط الذره، corn، corn، بيحطه فين؟ في الفورك، في الشوكه، ولا horn، ولا storm، ولا barn؟ ايوه barn، great job، اللي هي ايه؟ الحذيره، ما ينفعش storm طبعا اللي هي العاصفه. great job. number 11، بسمله is locking. ايوه، احنا خدنا ايه؟ the bathroom. looking، look for، look for يعني يبحث عن. يبقى هنا بسمله is looking for the bathroom، يعني بسمله بتبحث عن ايوه الحمام. اوكي، number 12، يبقى خلي بالك من look for، I am for the bathroom. خلي بالك هنا يا حبيب قلبي ان هنا am، ولو لقينا am او is او are اختار وراهم على طول اللي فيه ايه؟ ing. طيب ينفع want؟ لا ما تنفعش، احنا الثلاثه دول كلهم فيهم ing. طيب هنا لسه قايلينها look for يعني يبحث عن، يبقى هنا I'm looking for the bathroom، يعني انا بدور على الحمام. number 13، I'll the blue one. I will اللي هي I'll اللي هي apostrophe L L، ده اختصار لكلمة will. طيب مالها دي؟ will معناها سوف، وبيجي وراها الفعل سادة، الفعل في المصدر، الفعل بدون إضافات، يعني هتقول I will take the blue one، يعني أنا هاخد اللي هو لونه أزرق. number 14، which one؟ ايوه طبعا عارفينها وحافظينها دي، which one do you want؟ do you want؟ ليه ما اختارش does؟ لان يو ما بتاخدهاش. ليه ما اختارش are؟ لان هنا want ساده. ليه ما اختارش is؟ نفس الحكايه، يو ما بيجيش معاها is وهنا want ساده، يبقى which one do you want؟ احفظها كويس، which one do you want؟ انت عايز اي واحد؟
Okay, which one do you want? Number 15. It's the left. It's the left. يعني أيوة on the left. يعني على اليسار أو on the right. على اليمين. On the left. Okay. احفظها برضو. Number 16. I read a every day. بتقرأ إيه؟ Storm ولا horn ولا story ولا corn؟ أكيد مش هتقرأ العاصفة يعني. ولا إيه؟ ولا هتقرأ الذرة؟ لا. Story يا مستر. أيوة كده. Story اللي هي قصة. I read a story every day. يعني أنا بقرأ القصة كل يوم. Number 17. I like eating. بتحب تأكل إيه؟ I like eating fork. بتأكل الشوكة ولا زو ولا فارم ولا بوب كورن؟ جميل. بوب كورن يا مستر. أنا بحب البوب كورن. Okay. Number 18. What does he want? لسه قايلين دلوقتي من شوية. Which one do you want? دلوقتي برضه هنقول which one does he want. okay, يعني اي واحد هو اختاره او اي واحد هو يريده. طيب. Number 19. Dad, the cashier is there. Over there. Great job. Over there يعني هناك. لسه قايلينها من شوية بس كان الاختلاف هنا في there. تمام. Which one do you want? و over there. خلي بالك منها. That has eight arms. Has eight arms اللي هي ايه؟ مين اللي عنده 8 أرجل أو 8 أذرع؟ أيوة الأكتوبوس يا مستر. أكتوبوس. أكتوبوس الأخطبوط. Okay. 21. I saw a nice dolphin at the. بتشوف الدولفين فين؟ في المدرسة؟ لا يا مستر. في السكول. لا لا لا. في الهاوس. في الجاردن. No. In the aquarium. Great. في الايه؟ معرض الحيوانات المائية. Okay, at the aquarium. Number 22. We went to the aquarium and so. احنا رحنا للأكواريوم وشفنا ايه؟ Dolphins ولا cows ولا turtles ولا cats؟ اكيد dolphins. كل الحاجات دي مش موجودة في معرض الحيوانات المائية الا الدولفينز اللي هو marine animals. حيوان مائي. 23. Well, it's to go. It's color to go, or it's watch to go, or it's time to go. يا مش عايزين نكمل. It's time to go. حان وقت الذهاب. حان وقت الرحيل. ماشي؟ Okay. 24. سلمى. عارفينها؟ سلمى went to the to play for that t-shirt. To pay for that t-shirt. راحت فين عشان تدفع للإيه؟ ايوه الكاشير. صح كده. ايوه اللي احنا بندفع له. المحاسب اللي احنا بنحاسب ايه الحاجات عنده. 25. Throw paper. Throw paper. Doesn't throw paper ولا don't throw paper ولا does ولا is. طبعا لما تيجي تنهي واحد عن فعل شيء تقول له مثلا don't throw paper او don't drop litter. يعني ما ترميش. don't يبقى تجيب don't الاول. ما ينفعش doesn't ولا does ولا it. okay. number 26. I need some juice. ما تجيش عندها وتقول I'm hungry على طول. لا اقرا بقيه الجمله. some juice عصير. يبقى انت ايه؟ يبقى انت thirsty عطشان. حلو جميل. او an ده مالكش دعوه بيها. ده على بداية الحرف الجديد. طيب looks like a snake. looks like يعني يشبه. a snake مين بقى؟ whale ولا octopus ولا eel ولا shark؟ اكيد eel. ايوه الثعبان الايه؟ المائي. I like the red fish. I like the red fish. it's my. انت بتحب ال red fish تبقى تقول it's my ايه؟ fast ولا bad ولا favorite ولا bird؟ أيوة it's my favorite. إنها المفضلة لي. it's my favorite. number 29. the eel is slower. لسه قايلينها من شوية. slower than the dolphin. يعني أبطأ من الدولفين. okay. number 30. it's time. لسه قايلينها من شوية. it's time to go.
Grandpa grows and corn. يا ترى grows what? Grows ها peas البازل. لا خلي بالك من الاختيارات، ما تقولش بيز، ما بيزرعش النحل ولا البيض. حد بيزرع بيض يا شباب؟ ما ينفعش. اوكي نمبر 32 the wind الرياح. very hard blue ازرق ولا بلو هبت؟ ايوه خلي بالك من الكلمتين دول blue BLEW اوكي blue هبت الرياح بقوه. اوكي نمبر 33 we can eat with a بتاكل بايه؟ horn ولا book ولا fork ولا storm؟ fork great. سالم had a farm سالم كان عنده مزرعه. one day في يوم من الايام there a storm اللي هي عاصفه. طيب one day ديت يعني حاجه حصلت وانتهت يا شباب، يعني ماضي. بص لتحت الاجابات عندك is و was و are و am، يبقى ايه اللي عندك هنا ماضي؟ great am صح؟ لا طبعا was يا مستر. عندنا يا شباب الverb to be في المضارع am و is و are، لكن في الماضي was و were. اخترنا هنا was عشان هنا storm مفرد. اوكي 35 the horse lives in the الهورس بيعيش فين؟ ايوه barn في الحظيرة barn. the sky was yesterday السماء كانت ايه؟ dark ولا hard ولا part ولا part؟ ايوه dark مظلمة. اوكي كده احنا خلصنا الخاص بيونت 7. هندخل على يونت 8 the whale is sea animal. احنا قلنا يا شباب لو لقينا than هحط الصفة فيها er، لكن عشان تفاضل بين حاجة واحدة والمجموعة او الصنف بتاعها هتقول the whale is مثلا، ما تقولش biggest بس، ما تنفعش. bigger لازم يجي وراها than. the whale is big كانت ممكن تنفع بس لو ما كناش كملنا الجملة، لكن هنا هتقول the biggest sea animal يعني اكبر حيوان مائي او بحري. اوكي نمبر 2 shut the اقفل ايه؟ shut the fork ولا monkey ولا picture ولا window؟ اكيد window shut the window. نمبر 3 the is the slowest animal the slowest animal is yeah turtle great job turtle. وممكن ليها كلمة تانية اسمها tortoise. اوكي وما تقولهاش tortoise اسمها tortoise or turtle. Number 4 that is the biggest animal in the zoo. خلي بالك في حديقة الحيوان اللي هو ايه بقى؟ the elephant great اكبر حيوان في حديقة الحيوان. Number 5 yesterday I my uncle's farm yeah yesterday ماضي فين الماضي تحت؟ ايوه visited الفعل في الماضي بيكون فيه d او ed في نهايته. Number 6 that cheetah is the animal ايوه cheetah عارفينها كلنا ودي معلومة عامة the fastest animal يعني اسرع حيوان the fastest animal cheetah. خلي بالك هيجي لنا سؤال عليها كمان شوية. space there are any airplanes airplanes هنا يا شباب جمع وthere بيجو قبليها is او are الجمع بياخد great are. طيب عندنا نمبر 8 I'm going to a picture تعمل ايه في البيكتشر؟ has or do or go take a picture يعني يلتقط صورة. اوكي نمبر 9 don't worry I want you ما تقلقش انا مش ايه؟ ايوه I won't hurt you يعني مش هأذيك او مش هضرك hurt. اوكي خلي بالك منها. نمبر 10 Play football here ها هتقول doesn't or do or didn't or don't play football here ما تلعبش كرة هنا العب عند بيتكم. اوكي نمبر 11 that is the fastest animal. اوكي مين اسرع حيوان لسه قايلينها من شوية great cheetah. نمبر 12 don't لسه قايلينها برضو don't what don't worry يعني ما تقلقش. Number 13
The has a long nose. مين اللي عنده long nose? Elephant. Great job. Excellent. ممتازين يا شباب. Number 14. There are two in the sky. في اتنين ايه في السماء. Two clouds. Great job. Number 15. يعني سحابتين يا شباب. Number 15. A1 is the fastest. The cheetah. Which one is the fastest? مين أسرع? Which one is the fastest? يعني عندنا يا شباب which دي معناها أي أو أيهما عشان الاختيار. يعني بتخيرك. ماشي? Okay. Number 16. The snake is the animal. السنيك عارفينه? عندنا the. With the بيجي بعديها الصفة فيها est. يبقى هنا thinnest. Okay. Thinnest animal. Number 17. Giraffes eat. الزرافات بتاكل ايه? ايوه بتاكل جبنة صح? ولا برجر? لا بتاكل leaves. يعني اوراق الاشجار. ومفردها leaf. Okay. Number 18. The elephant is very... It's very big. Yeah, الفيل ماله big. Number 19. The is very fast. The ايه اللي fast? Turtle ولا elephant ولا snake ولا cheetah? قلنا طبعا cheetah is the fastest animal. Great. ممتازين يا شباب. طيب بعدها. We can see at the safari park. We can see what? Animals. We can see animals at the safari park. It's not. It's scary. ده مخيف. مش cute. يا cute انت. Okay. Number 22. I you to be careful. I told you to be careful. انا قلت لك خليك حريص. Number 23. There is a monkey or there are monkey. طبعا there is a monkey لان هنا يا شباب كلمة monkey مفرد. Okay. 24. Some. It's delicious. اما تيجي تقول الواحد اعمل حاجة معينة تجيب الفعل في البداية فعل في المصدر. Okay. Try some. جرب. Ha, it's delicious. ده لذيذ. 25. The turtle is the one. The اهي. يبقى الصفة فيها EST بس هنا الإجابة دي خطأ. هنقول is the slowest one. الأبطأ. Okay. مش tallest طبعا. Is the slowest one. Number 26. The lion is strongest animal. Is the. عشان الصفة فيها EST. حلو الكلام. طيب. 27. علي climbed the. علي climbed what? The mountain. أيوة. علي climbed the mountain يعني علي تسلق الجبل. Gives us milk. بيعطينا حليب. اللي هي ايه? الاولز اللي هي البومة? لا cows. Great. I speak with my. I speak with my what? ايوة I speak with my mouth. انت بتتكلم بايه? مش بمناخيرك. Okay. وخلي بالك mouth بالتي اتش. Number 30. She went to the town in an evening gown. يعني في عباءة المساء. Okay. السواري. Okay. I am at the birds. يعني I'm looking at the birds. يعني أنا بعمل إيه? أيوة ببص على الطيور. I'm looking. خلي بالك الإجابة هنا خطأ. هتبقى looking. I-N-G. ركز معايا. Looking, looking, looking. The giraffe is the tallest animal. Great. أطول حيوان. The tallest. ما ينفعش taller لأن هنا the. With the صفة فيها EST. 33. Are you looking at? What are you looking at? وبكده يا شباب احنا خلصنا المراجعة بتاعتنا. مراجعة سريعة. شرحنا قبل كده يونت 7 ويونت 8. شوفهم هتلاقيهم على القناة على يوتيوب. Don't forget to subscribe and put like. ما تنساش تحط لايك وتعمل سبسكرايب عشان اللي جاي اكثر. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.